في الشغل غير لما تاكلي. على فكرة ده عمايل ايديا. مش قادرة. عارف انك مالكيش نفس تاكلي. بس عشان خاطر امين. ولا انت عاوزة تقعي من طولك وترقدي جنبه؟ يا ريت. بطلبها من ربنا طول الوقت. ارقد مكانه. وهو يقوم بالسلام. صوته يملى عليا الدنيا تاني. تفتكر انا فعلا السبب في اللي حصل له؟ وحيد الله ست سكينة. وبعدين اللي قالته ورد النهارده كان كلام في ساعة غضب. يعني الخناقة اللي كانت بينك وبين امين ما كانتش من قلبك. اللي في القلب في القلب يا ست سكينة. بصي هقول لك على حاجة. المشاعر الوحيدة اللي متفق عليها على مستوى الكون كله هي المشاعر اللي بتربط الابن بأمه. مهما غاب عنها يرجع تاني يجري عليها ويتمنى يترمى في حضنها. وهو عارف كويس قوي ما فيش واحدة في الدنيا ممكن تضحي بحياتها عشانه غير أمه. كنت فاكرة اني لما أسعى عليها هقوي على الدنيا. ما أخدتش بالي اني بقف مع الدنيا ضده. طول الوقت كنت حاسة ان الدنيا ظلمتني وظلمته. بس لما بفكر دلوقتي بلاقي ان انا ظلمته اكتر. شايلتك همي. مش كفاية كنت شايل عني كل الشغل من ساعة أمين ما تعب. على فكرة أنا كمان عايزة أعتذر لك عن كل الحاجات البايخة اللي عملتها معاك من ساعة أنت ما جيت. بالنسبة للشغل ما تحمليش همه. أما بالنسبة للحاجات البايخة اللي أنت عملتيها معايا دي فأنا عايز أقول لك على سر بخصوصها بقى. أنا ما بصدقكيش. مع انك احلى كتير من نجمات السينما كلها. لانك ما ينفعش تبقي نجمة سينما. عارفة ليه؟ عشان انت ما بتعرفيش تمثلي يا سكينة. ما بتعرفيش تمثلي. اللي في قلبك في عينيكي.